الناس لا تسقسي على الخروف الروماني الحمد تاعو شباب يجوز عياده خروف صافي بدون اشاعات. خوتي الخروف هذا حيدخل مثل 8 ملايين 4 ملايين، الخروف فيه ميزان ملائم، خروف يعمر العين مع العلم هذا الخروف عندنا يسوى من 9 ملايين وطلع، هذا خروف تاع الروماني اللي مدخلينه ب 4 ملايين، يتم نصف السعر تاع الجزائر. خوتي بربي ان شاء الله في الايام القادمه حندخلوه ان شاء الله بنبيعوا العياده، دوكا مازال ما نبيعش برا، ما يغلطكم حتى واحد اشاعات فقط، دوكا ويروح للباطورات ينذبح اللحم، مازال ما خرجش برا العياده.